بالتأكيد عناوين أساسية كانت موجودة خلال الجلسة لتتحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد. تمحورت هذه العناوين الأساسية حول ضرورة وجود أطر وآليات جادة ما بين دول القارة الإفريقية وتطوير هذه الآليات للعمل على مكافحة الفساد، الاعتراف جميعا بأن الفساد يمثل عقبة أساسية تجاه تنمية موارد القارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كانت هناك كلمة شاملة جماعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عنها عن دعم مصر واستعدادها التام لنقل الخبرات المصرية في هذا المجال لدول القارة الأفريقية. خلينا نشوف كيف كانت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الهام وقراءة متعمقة مع الأستاذ جمال القشقي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد اليوم كان حافلا يحمل رسائل عديدة عميقة. كلمات السادة الضيوف والمشاركين عبرت عن وأكدت عن الدور المصري تجاه القارة الأفريقية. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت كلمة مختصرة عميقة تعكس مضمون السهل الممتنع. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا في توجيه الرسالة والدور المصري في أفريقيا. مصر منذ أن ترأست الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضعت أجندة وأهداف محددة. ربما كان مكافحة الفساد واحد من أهم الأهداف الرئيسية على أجندة مصر خلال الاتحاد الإفريقي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدة نقاط مهمة تتعلق بضرورة التعاون بين الهيئات الرقابية في إفريقيا وتوحد الرؤى بينهم. أيضا أكد على ضرورة التحول الرقمي لمكافحة الفساد. أيضا أكد على ضرورة التصدي للفساد من أجل تحقيق التنمية. أيضا أكد على ضرورة وأهمية 48 دولة مشاركة ومن إفريقية مشاركة وأربع دول عربية وتسع منظمات دولية، الأمر الذي يعكس أهمية الهدف الرئيسي في مكافحة الفساد. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع النقاط على الحروف من خلال هذه الكلمة التي تدرك معنى وأهمية التنمية وخطورة الفساد، خاصة أنه هذا الفساد ومكافحة الفساد لا تقل أهمية ولا تقل خطورة عن مكافحة الإرهاب في إفريقيا. إفريقيا هي الدائرة السياسية المهمة للدولة المصرية. منذ أن تولت مصر قيادة الاتحاد الإفريقي في هذا التحول وهي تضع هذه المهمة نصب عينيها. الرسالة الحقيقية اللي أنا عايز أؤكد عليها أنه الآن مصر أصبحت منصة مهمة جدا أمام العالم. إفريقيا داخل مصر ومصر داخل إفريقيا. مصر الآن بتعكس مدى كل هذا الحشد الذي عشناه اليوم في هذا المنتدى وممثلين 48 دولة وأيضا كبار الشخصيات من قارة إفريقيا. تعكس نمرة واحد أهمية ومدى الاستقرار الذي حدث في مصر الآن. رسالة مصرية إلى العالم تقول أننا قادرون على استضافة وإقامة وتنظيم منتديات ومؤتمرات عالمية. ثلاثة، انعقاد هذا المنتدى على أرض السلام أيضا يعكس رسالة أن مصر تكافح الفساد، تكافح الإرهاب، تسعى أيضا إلى السلام. يعني حضرتك أوجزت كل اللي احنا عايزين نقوله خلال الجلسة الافتتاحية، بس سريعا، تم ربط موضوع ملف مكافحة الفساد بالإرهاب والتطرف. كيف يمكن أن يكون هناك جهود إفريقية فيما يتعلق بمكافحة هذا الملف وبالتالي التعامل معه؟ عايز أقول لحضرتك أنه لا شك أن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب. ربط الملف الإرهاب بملف الفساد من خلال التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، وأكد السيد الرئيس على أهمية تبادل المعلومات ما بين الأجهزة في الدول الإفريقية، وذلك للوصول أو لتحقيق التنمية، ومن خلال التنمية يمكن مواجهة
الارهاب. الاستاذ جمال كشكي رئيس تحرير مجله الاهرام العربي، شكرا جزيلا يا جمال بيه. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بالتاكيد احنا متصلين معكم خلال الاستراحه ان شاء الله، هيكون اولى الجلسات التي ستنطلق في المنتدى الافريقي الاول لمكافحه الفساد. تغطيتنا مستمره معكم ان شاء الله. بعد قليل زميلتي ايمان هيكون معها ضيف اخر ويلقي الضوء على الجلسه الافتتاحيه للمنتدى الافريقي الاول لمكافحه الفساد. اليك. اشكرك محمد، ونحن ايضا سنبقى على تواصل معك.